السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم، أخباركم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير إن شاء الله يا حبايب قلبي. بعد كذا مرة، مرة واتنين وتلاتة عملت معاكم القرص الفلاحي، إن شاء الله كمان المرة دي الطريقة تعجبكم. كل سنة وانتم طيبين. طريقة حلوة وسهلة، وفي الأيام دي ما تشتريش حاجة من برة، واعملي انت حاجتك بيد كيلو دقيق وهتفرحي البيت كله. تعالوا نشوف هدا عامل ايه. يلا بينا حبايب قلبي. بسم الله حبايب قلبي، يا رب تكونوا بخير، منورين كتير كتير. انا النهارده بصراحه ما كنتش هصور عشان انا عامله القرص الفلاحي معاكم. معايا حبيبه قلبي كيلو دقيق، ومعليه شعره ملح سنه على الرسول، ومعلقه كبيره خميره، معلقه كبيره خميره. حلو الكلام، عشان كده ايه في العجاله كده. يا ريت تشوف الفيديوهات القديمه بتاعتي. وعليها كمان ايه، معلقه ايه سكر. حلو الكلام، انا عاملاها برايب اللبن الرايب بتاعي اللي انا عاملاه معاكم. بصوا بقى، دي قشطه اهي كانت عندي في الثلاجه او في الديب الفريزر يعني، بس هي دافيه. وهوريكم اللبن اللي انا عاملاه معاكم يا حبايب قلب حسون. وهنعوز يا حبايب قلبي كمان كوبايه سمنه، بلاش زيت. ماشي، عايزه تعملي نص زيت على نص سمنه ماشي، لكن زيت خام لا، يبقى كوبايه سمنه. خلاص هوريكم بقى ايه اللبن اللي حبيبه قلبي انا مروباه. كيلو لبن، كل اللي انا هاخده كوبايه ونص او كوبايتين اتنين على حسب ما العجينه بتاعتي ايه هتاخد. حلو الكلام، هبدا دلوقتي ايه اقلب زي ما انت شايفه كده. بسم الله الرحمن الرحيم، هنضيف بقى ايه حاجتنا كلها كده، المواد الجافه مع بعض. تمام، هنزل بقى ايه السمنه بتاعتي دافيه. خلاص بسم رب العالمين اهي، وهبدا ايه كاني مش هبسها قوي، بس ايه هقلب الخليط بتاعي ايه مع بعض. وكده كده انا معايا قشطه، وكده كده انا معايا اللبن الرايب بتاعي. خلاص هقلبها كده وارجع لكم تاني. شايفين قلبي تمام كده؟ هضيف بقى دلوقتي الايه القشطه بتاعتي اهي، شايفه انا ما حطيتش الا السمنه، الا اللهم صل على النبي السمنه. هتقولي طب احط قشطه ليه؟ هتخليها جميله، انا عايزاها فلاحي فلاحي. خلاص هبدا بقى اقلب القشطه فيها اهو. قلب حسونه، احط اللبن الايه الرايب بتاعي واشوف هتاخد معايا قد ايه. خلاص حبايب قلبي هبدا بقى دلوقتي المها. بصوا ما خدتش مني حاجه، هبدا المها بقى، بدات تطلع من الطبقه وهبدا المها. خدت مني كيلو إيه على الكيلو الدقيق اللي منخول حبيبه قلبي، كوبايه ونص ان شاء الله لبن رايب. خلاص ابدا بقى المها بقى انا ووريها لحضراتكم لغايه ما الطبق بتاعك ينضف خالص. يا حبايب قلبي انا عجنتها زي ما انتم شايفين كده اهو، بصوا قدام حضراتكم اهو، وبلمها كده اهو وبجيبها كده. شايفين اهي كده دلوقتي طلعت من ايه من الطبق بتاعي، والطبق بتاعي زي الفل. شايفين الطبق، تحس ان الطبق مغسول. خلاص هبدا بقى دلوقتي اعمل ايه بقى. شوفي انت عايزاها كبيره ولا صغيره. شايفه الاول، شايفه العجينه بتاعتي عامله ازاي، حاجه كده ما اقولكيش. ورجعي تاني برضو للقناه، فيديو كامل مكمل ان شاء الله، ما كمل الا سيدنا ايه محمد. بصي بقى يا حبيبه قلبي، شايفه انت عايزاها بقى كبيره صغيره مفيش مشكله. هتريحيها الاول على صينيه، او هتريحيها على صينيه الفرن اللي انت هتشتغلي بيه اهي. حلو تمام، اعملي بقى كميتك انت كلها اللي انت عايزاه، كبيره صغيره اللي يريح. هنسيبها بس بعد ما اقطع التقطيعه دي هقول لكم نعمل ايه. حبايب قلبي انا كميتي اهي، تمام بسم رب العالمين اهي. هبدا بقى دلوقتي اعمل ايه. بصوا بقى، اصل انا ماسكه التليفون بايدي، بصوا اهي. طبعا انا قلت ايه هنسيب فوارق، شايفين اهي بكلوه ايدك كده. خلاص انا عايزاها لا تخينه ولا رفيعه، عايزاها لا تخينه ولا رفيعه، وهسيبها تستريح لها بالظبط نص ساعه. شايفين السمك بتاعها اهو، انا هسيبها ترتاح حبيبه قلبي من نص ساعه لساعه الا ربع. شايفين شكلها عامل ازاي، عايزه بقى تحطي فيها سمسم شغال، بس انا عايزاها كده. هي دي القرص الفلاحي بتاعتنا، طريه وجميله وريحتها والله السمنه طالعه منها. كيلو لبن والله العظيم ثلاثة، بشوفي مش هتاخدي منه كتير، كوبايتين اتنين، كوبايه ونص على حسب نوع الدقيق بتاعي، وكيلو دقيق وشهيصي ولادك. شوفي يلا انا هعمل بقى التانية دلوقتي كمان معاكم اهو، بس انا ايه
هفرق شويه. بس انا حطها بصراحه في اوضه النوم عشان ايه ما تنشفش مني، شايفين اهي. خلاص اخلص انا بقى كميتي كلها وارجع لكم تاني يا حبايب قلبي. حبيبه قلبي كل سنه وانت طيبه. انا عملت كيلو علشان خاطر ابقى اعمل كده صبح بصبح. يلا يا قلبي بتاعتي اهي يا حبايب قلبي. حسونه انا كنت مغطياها كده بشاشه خفيفه، شايفين ساعه الا ربع، شايفين يا حبايب قلبي اهي رفعت كده. خلاص نبدا اوريكم كده كميتنا كده بالصلاه على النبي اهي. طبعا انا ماسكه الموبايل بايدي، بصوا رفعت اهي الصينيه بقى، اول صينيه معانا اهي شايفين اهي يا حبيبه قلبي. الفرن بتاعنا لازم يكون سخن يا جماعه وبعد كده تدخليها في الفرن بتاعك. خلاص زي ما انتم شايفين اهي كيلو ما شاء الله عمل معايا كميه ومش وحشه. كل سنه وانتم طيبين ويتعاد عليا وعليكم بخير. يا ريت بقى حبايب قلبي كده اللي يوصل معايا هنا ما ينسانيش بلايك وبعد اذنك كومنت حلو كده لو الفيديو عجبك او الفيديو عجبك يا حبيبه قلبي. خلاص يلا حبايب قلبي. حبايب قلبي يلا نكشف بقى عليه، هنشوف بقى العجين بتاعنا. شوفوا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله اهو خمر 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 خالص. انا بقى دلوقتي زي ما انتم شايفين السجاد بتاعتي اهي هبدا احط فيها. تقولي طب ما حطيتيش فيها ليه؟ عشان ياخدوا حراره واحده، لان زي ما انتم شايفين انا عامله ايه الصينيه اهي. تمام ماشي بسم رب العالمين. اهم يا حبايب قلبي حطيتهم دلوقتي في الصينيه في السجاد اهو، واللي كانت في الصينيه زي ما هي. ودي بقى بقيه الكميه ان شاء الله لما صينيه الالومنيا تخلص هحطهم برضو فيه. خلاص كيلو دقيق حبيبه قلبي، واعملي القرص الفلاحي من ايدك ريحه مش عايزه اقول لكم بقى الريحه عامله ازاي. الفرن بتاعي دلوقتي سخن مش هياخد حاجه خالص. ماشي يلا حبيبي. يا حبايب قلبي زي ما انتم شايفين اهو، شايفين القرص الصلاه على النبي شايفين، هتشوفوها دلوقتي. وطبعا الالومنيوم تحت اهي خلاص، بس انا قاعده جنبهم طبعا. ان شاء الله تعملي لي ولادك وكل سنه وانت طيبه يا حبيبه قلبي. حبيبه قلبي وادي القرص بتاعتي اهي سخنه موجوجه نار يا حبيبي نار، شايفين شايفين الحمار والحلاوه وطريه والله اخر حاجه مش عايزه اقول لكم طريه طريه طريه. بصوا بقى من طراوتها، بصوا شوفوا يا رب بس الاضاءه ما تكونش ظلمه. شايفين شايفين اهي شايفين شكلها عامل ازاي تحفة، وريحتها جميلة ما اقولكوش على ريحتها والله العظيم ريحتها جميلة جدا. جربي حبيبة قلبي الطريقة كده وادعيلي ان شاء الله. وكل سنة وحضراتكم طيبين ويتعاد عليا وعليكم وعلى كل امة محمد بالخير اللهم امين. زي ما انا قلتلكوا يا حبايب قلبي كيلو دقيق على بالظبط كده كوبايتين اتنين زبادي، بس حسب ما الدقيق ياخد منك. في دقيق ياخد منك كوباية ونص وفي دقيق ياخد منك ايه اتنين. وحبيبة قلبي طبعا السمنة بتاعتي سخنة وحطيتها عليها ودوبتها واشتغلت معايا وما شاء الله زي ما انت شايفة كده هتاكلي قرص فلاحي ان شاء الله. بصي مش عايزة اقولك القرص شكلها عامل ازاي شايفة، بس يا رب بس الاضاءة ما تكونش ظلمها عشان انا حاسة ان الاضاءة ظلمها خالص. كل سنة وحضراتكم طيبين ويتعاد عليا وعليكم بخير. ما تنسونيش بقى يا حبايب قلبي لايك وشير كده وخلي الكل يستفيد. نورتوني وجزاكم الله عني كل خير. اترككم في رعاية الله وامنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في رعاية الله. وكده يا حبايب قلبي القرص بتاعتنا اهي ما شاء الله، ولا حول ولا قوة الا بالله. حاجة كده من ايدك وحاجة حلوة خالص هتعجبك وتعجب البيت عندك وهيدعو لك يا حسيت الحبايب. حاجة كده حلوة وكانت الطريقة سهلة معاكم وان شاء الله تعجبكم. ودايما يا رب كده منوريني فضلا وليس امر. دعوة حلوة من قلوبكم واعملوا لايك لو الفيديو عجبكم، وحسيتوا ان انا تعبت سيبوا لي كومنت حلو كده يعبر عن مرورك ومرورك الحلو. في رعاية الله اسيبكم واستأذنكم واقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.